اسعد الله صباحكم اسعد الله مساءكم اينما كنتم معكم ابراهيم ادريس عبر سلام ميديا ونافذه آدال في رحله مع المناضل عبد الله سليمان. عبد الله سليمان الذي كان مواطنا وتحدثنا عن تجربته قبل انضمامه للثوره وعبد الله سليمان الكادر ومن ثم القيادي الاداري في الوحده الاداريه رقم 11 و12 والتي كانت جلها في الحلقه السابقه لهذه الحلقه تحدث فيها عن تجربه توطن جبهه تحرير اريتريا في منطقه دنكاليا عموما لكن الوحدتين الاداريه 11 و12 وما تم من علاقات استراتيجيه في تلك المنطقه في علاقاته مع منطقه اوسا وسلطان علي مرح وقيادات في دوله جيبوتي وايضا علاقات مستمده في اليمنين اليمن الجنوبي والشمالي مجازا. عبد الله سليمان في هذه التجربه مع رفاقه توصلوا الى تحقيق كثير آه من انجازات وخطط برامج المؤتمر الوطني الاول. في لحظه اخيره من اللقاء السابق حدثنا عبد الله بعودته من دنكاليا الى منطقه المنطقه آه التاريخيه التي تتواجد فيها قواعد اللوجستيكيه والاداريه لجبهه حريتري في منطقه البركه بركه وقاش. آه استاذ عبد الله في ايجاز آه نحن بنأرخ للزمان والمكان وما بينهما توصلنا معك في رحلتك من 72 إلى ما ستحدثنا عنه في هذه المرحلة اللي هي 73 74 ما قبل 75 باختصار ما هي أهم المراحل التي دعتك للعودة إلى منطقة بركة وقاش أيوة طبعا استقرت المنطقة ولا بد من زيادة الوحدات العسكرية أيوة. أيوة لانه عددنا كان قليل صح يعني إحنا كلام ده سنة كم؟ آه يعني 74 74 نعم أيوة. تطورات في اثيوبيا 74 كمان ايوه 74 آه كمان شهر آه شهر أربعة كان طيب لما جيت لكن قبلها يعني برضو السلطان علي مرح يعني في ضابط كده رسل لي واخذني مشيت لسلطان على المرح مشيت في هي أي سعيده أيوة. أي سعيده ايوه نعم بالظبط اوسع ايوه بالظبط بالظبط ايوه ايوه <applause> بالظبط لكن لابس الملابس التقليديه التقليديه في المنطقه قوية العفر أيوة. وصلنا هناك قال لي عندنا سلاح جايين من باكستان ليكم ولينا فيه سلاح حقنا صلاح حقكم وفيه تمويل حقكم ونحن طبعا ما عندنا سفن ما عندنا فتجيبوا لنا السلاح ده وبعدين بعد ما توصلوا لاتجاه جنوب يعني في جمال تجيبوا لنا زي ما قال المثل اللي قدم السبت يلقى الاحد ايوه نعم فهو قدم السبت ايوه نعم بدعمكم بالخمسه جمال نعم أيوة تمويل وهناك نعمل نقطه في الاراضي العفريه يعني ايوه نعمل نقطه هناك نستلم منكم الحاجات اوكي وولدي حنفر حيدي هناك حنفري حيجي هناك قال لي حنفري توفى أيوة. توفى رحمه الله عليه آه. ايوه فالمهم آه آه انا مشيت طبعا يعني ملخصه أي ملخصه إيه اخذنا السلاح ايوه وجبناه جبناه جنوب دانكاليا حقنا خزناه وحقهم آه عملناه في جمال يمكن قريب كان لكم عشرين ليه كان ليه جمال؟ السلطان محتاج سلاح في هذه الفترة؟ لا طبعا كان محتاج سلاح لأنه دوره جاية الدرجة طبعا انتهى من كل ال من كل الأباطرة ومن كل الطعين ومن أيوة كل السلاطين أيوة سلاطين أيوة, الصلحة أيوة, الصلحة أيوة, الصلحة أيوة فحسب متوجه, متوجه نحو أيوة, أيوة, نحو أيوة متوجه أيوة نحو فقال هو قبل ما قبل ما يتعشى بيها ايوه داير يتغدى <تصفيق> ايوه <تصفيق> <تصفيق <forcément نتبع> اوكي فالمهم <applause> هل دربتوهم؟ دخلتوا معاهم في تدريب جنود او ايوه مسائل لوجستيه ايوه خصوصا الحرب وكده ايوه لانه أيوة. ده عمق استراتيجي يعني زي ما عملت الثوره مع تيغراي وعملت الثوره مع قوميات اخرى ايوه يعني ده دي, دي تجربتك انت حسن ايوه يعني اللي حصل انه هو كان عنده ناس حتى داخل الجيش الاثيوبي يعني يدوه معلومات متين جايين يعني متى هو عرف عرف ايوه عرف عرف التاريخ وكل حاجه ايوه ايوه كان عنده ناس عنده ثقل هناك يعني جميل فناداني وقال لي دايرين منكم حاجتين يعني حاجه واحده عندنا مدنيين مليشيا يعني ايوه آه ما بيعرفوا الحرب عايزين تدريب عايزين تدريب مدربين ايوه ناس مختصين يعني و الثانية قال لي عشان الوقت عم عبد الله ايوه الثانية قوة اوكي وعملنا له الاثنين رسلنا سرية جميل جميل, فانت حسب مشيت بركة وكاش استشهدوا ذاته واحد استشهد واثنين انجرحوا تتذكر و... اسمعه واحد والله واحد اسمه علي ايوه, ايوة. حتى شكله تذكره كمان يعني ايش أيوة. أيوة. آي. آي. اسمه؟ رسالنا له سرية واحدة فهو طبعا قبل ما يجي الجيش طلع بقى في الحدود مع جيبوتي أيوة. اخذ كل الناس يعني آه. هجرته المشهوره لغايه السعوديه ايوه بس أيوة. آه ايوه طيب آه نركز دلوقتي في انت مشيت لبركه وقاش ايوه وطلبت اسلحه وطلبت آه قوه جديده آه أيوة. ادوا قوات جديدة ايوه نعم رجعت ل ايوه آه كان سنه كم هذا؟ 75 بعد المؤتمر ايوه بس آه آه شاركت في المؤتمر آه لا ما المؤتمر ما لحقته ما لحقتوه ايوه ايوه وخلاص يعني جمعاك مين وانت جاي؟ فدونا. والله كلهم على اسحاق على حمد ابراهيم دي كلها رشحت في المؤتمر الوطني الثاني آه. كاعضاء مجلس ايوه غيابيا السوق. يعني أيوة. غيابيا ايوه انا أيوة. ذاته غيابيا رشحت اوكي أيوة. اوكي تم ترشيحك أيوة. اوكي طيب بعد الترشيح المؤتمر كلفوك برضه تواصل في ايوه المتورك. ما انا جيت عشان اخذ هناك. يعني أوكي. ما تغيرت جميل لازلت مشرف هناك جميل تم تغييرك متى؟ بعد كده بس يعني بدايه 77. ايوه. هنا قالوا لي انت تغيرت في الجاش. فانت جيت جاش. جيت ل... جيت مغرب القياده طبعا. ايوه. وخلاص داير استلم سبعة 77. اوكي. وبعدين قلت لهم يعني المنطقه طبعا مستقره الان. ايوه. زيها وزي بركة وزيها وزي. أيوة. فانا دائرة يعني يعني عشان ما تستمر كده وتتطور المنطقه دي أيوة رشح شخص اخ مناضل جميل جدا. من هو قال لي أيوة. حسين خليفه رشحت حسين خليفه ايوه قبله مني اوكي وخلاص دائرة ابتدي في قصه القاش وكده ايوه وحتى طلبت منه ملفات وكده بعدين عملوا اجتماع وقال لي تبقى علاقات علاقات ايه؟ علاقات خارجيه علاقات خارجيه انت معناها حتكون عضو لجنه تنفيذيه دلوقتي ايوه تم ترشيحك أيوة. ايوه ايوه نعم لا عايز افهم دي اللي قرر مجلس المجلس الثوري معناها المجلس الثوري ايوه كان مجلس الثوري أيوة. دورته اللي هي بعد المؤتمر الوطني الثاني ايوه نعم فالقرار من القرارات السياسيه اللي ظهرت قبلك كان الزين ياسين على ما اعتقد ايوه, أيوة. طيب. نعم الزين طيب هنا وضحت لي الصوره آه. طيب ما احنا هسه حنتكلم في تجربتكم في العلاقات الخارجيه طيب تم تعيينك في العلاقات الخارجيه. كان سنه 77. وده يعني في اخطر مرحله من مراحل الصراع الاثيوبي. لا سيما الوجود السوفيتي في اثيوبيا، الوجود الالماني الكوبي الداعم، الوجود والدعم من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه كان حلفانا وايضا بشكل او اخر في معركه محدده يقال انه الليبيين لعبوا دور اساسي وايضا فقدنا مركز اساسي في علاقاتنا في المنطقه العربيه افتتاح منظمه التحرير الفلسطينيه في دي المنظمه في هذه الاجواء تم تعيينك ايضا تم تعيينك في هذه المرحله وهناك ايضا مد وتطور جديد في العلاقة بين الجبهة الشعبية بعد المؤتمر الأول بعد ما حددت سياساته الجديدة وتبوأت المرحلة في قيادته سياسيا وعسكريا على عكس ما كانت ما قبل الوحدة الأولى بين جبهة حريترية وتنظيم قوات التحرير على المستوى الدولي هناك أيضا تقاطعات الصراع في المنطقة في منطقة البحر الأحمر ودور القوي لدول الخليج، ودور المتميز للمؤتمر الاسلامي، جامعه الدول العربيه، ايضا الدور اللي ظهر في اوروبا الغربيه من المنظمات الاشتراكيه الديمقراطيه، كل هذه القوه وكل هذه المسارات بدات تفرض واقعه على جبهه التحرير الاثريه بشكل او اخر. تنظيم سياسي يهمه يكسب كل الأطراف لأنه قضيته مش قضية صراع ايديولوجي في هذه المرحلة بقدر ما هي صراع وجود وعايزة تكسف أكبر القطاع من العلاقات المتوازنة للوصول إلى مرحلة أنه يعني ندخل إثيوبيا في مفترق العلاقات الدولية ودور الأمم المتحدة وتصحيح الأخطاء التاريخية اللي تمت هذا تحدي حقيقي وهذه مرحلة جديدة وإنت وضعت في فهوة آه المدفعيه الدبلوماسيه <applause> للثورة الإريترية في ظل هذه آه التعثرات وقضايا الصراع حتى بدانا نفقد خل... حلفائنا الاساسيين باعتبار المنجستو يعتبر نظام نظام تقدمي واحنا آه تهمنا باتهامات خ... يعني خطيره واساسيه من دول وتنظيمات كنا نعتبرها في... ضمن برنامج الوطني الاول آه والثاني ان هم حلفائنا. فكيف بدات هذا المشوار لا سيما انه اول القضايا اللي كانت واجهتك هي مشاركتك في الخرطوم برعايه سودانيه فيما يعرف باتفاقيه الوحده بين الجبهه الشعبيه وجبهه التحريرية المجلس الثوري. طبعا الاجتماع تم وكان اسياس ومحمد سعيد باري واحمد ناصر وشخصي من اعضاء المكتب من اعضاء المكتب مين كان مكتبنا في الخرطوم لا لا ما ما كان في حد أيوه. وطبعا كان برعايه من الاتحاد السيد اللواء عمر محمد الطيب ايوه برعايه نميري طبعا نائب رئيس ايوه نائب النائب الاول رئيس الجمهوريه ايوه وده الرجل يعني شخصيا انا علاقتي معه طبعا والاخرين لكن علاقتي الشخصيه معه يعني كنت المس منه تعاطف معانا يعني ايوه كثير وبرضو اللواء خليفه اللواء خليفه كرار ابو القاسم أبو القاسم محمد ابراهيم برضو المندوبين بتاع الدول العربية جامعة الدول العربية أيوة إذا كانوا يراقبوا إذا حصل أي مشكلة عشان يتدخلوا أيوة. ويساعدونا أنه نتفق أول خلاف حصل بيننا وبين الجبهة الشعبية طلبنا مشاركة قوات التحالف الشعبية أيوة رفض السياسي. طبعا أنا وأحمد ناصر حاولنا نوضح ده فصيل هو موجود مم. وعندكم اتفاقيه معه فصيل موجود معنا الساحه موجود ومنسق معنا زائد انه ده فصيل يعني قادته مؤسسين الجبهه يعني الثوره ذاتها يعني ف... محمد سعيد دا صار يعني صار يعني صار صار ما ما ايوه يعني ما ممكن يعني كيف كيف تجاوزتوها؟ ما تجاوزناها يومين تعطل الاجتماع. أيوة. انا ذاته مرات فكرتها بس الوضع كان صعب انا لو ننسحب كان احسن لينا اوكي أيوة. ذاته ما كنا دخلنا في المتاهات دي كلها ايوه هسه جانا العقيد اسمه الصافي زمان مع خليفه كرار ايوه كان جاي برساله م. يقول انتو بسبب مشاركة او عدم مشاركة عثمان سبّي تعطلته ثلاثة يوم يعني تقريبا اليوم الثالث ايوه الصبح جاء وعثمان كتب الرسالة دي وقال بدل يتعطلوا بسببي انا ايوه هم يتوحدوا لما يتوحدوا انا ذات اتفاقية لا اريد اتفاقية ولا اوراق ولا شيء من هذا القبيل ساعة انضم انضم دي رسالة كتبها عثمان صالح عثمان صالح وعن طريق السودانية وصلتكم؟ ايوه العقيد طيب انتهى الاجتماع على ايوه خلاص طبعا حتى في يعني انا بالذات يعني قلت له للعقيد عيد الصالح بعرفه كويس لكن قلت له الموضوع ده ما ما شيء في يد عثمان يعني إذا ما ليه... ليه ما نفهم الرفض الآن ليه؟ طيب أنا ما معل... ايوه المهم وطبعا السودانيين بدأنا بدأنا نناقش 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 كل بنود الاتفاقية تمت يعني هسه في الأول رفض سبي هسه في الثاني كمان رجع في قوات تحديد شعبية ويقول خلاص نحن البنود الأساسية عملناها تمت صغناها وما تبقى هو التوقيع ف لكن ندخل بند نناشد فيها قواعد قوات التحرير الشعبية أن تنضم لإحدى التنظيمين إما الجبهة الشعبية أو, أو جبهة التحرير ده مقترح من الشعبية من اشياء شيء أيوة. من اشياء أس... انا بقول التنظيم رئيس ايوه صح أيوة. فتناقشنا في هذا الموضوع قلت التنظيم قائم بقيادته بتراثه بتاريخه بجيشه موجود معنا م. يكون قليل كثير نحن ماذا نتكلم في النقطه التنظيم موجود حتى انا ذاته حاولت اقول له انت ما بدات مع ستة نفر يعني وقلنا نتحاور معك م. وفعلا ده اللي حصل. مم. المهم يعني رفض مم. وعملنا خطا كبير انا أقول مش خطا أوكي. كبير ذاته الاتفاقيه كلها ما كان فرط توقعوها كارثه هي اوكي واللي عملناها في قوات التحرير الشعبيه دي كمان مم. آه كارثه طبع. ايوه ايوه ده وجهه نظرك ايوه المهم التنظيم ايوه خلاص وقعنا أيوة. على الاتفاقيه ايوه وجاب اقتراح ثاني حسن قال خلاص حنلتقي في الميدان والاتفاقيه اللي وقعناها يعني كيف عمليا كيف ننفذها نعمل اجتماع على موعد وكده قلنا كويس وقال احس ان احنا عملنا وحده وتقاربنا وكده ف انتوا رسلوا لنا اثنين بالقيد عشان يختلط وقال نصلح النفسيات يعني كمقترح ايوه م م نصلح النفسيات كان في قتال وكان أيوة. في تحت أيوة. وترقب أليم يعني المقترحات ايوه, أيوة خلاص وانا ارسل لكم ونحن نرسل لكم قلنا له كويس انتهت كده أيوة. ورسلنا الاثنين لواء أيوة. واللي ضربوهم يعني زي ما تعرف بقياده قبراي تولدي ما تم الفشل يعني فشل ايوه فشل القوة اللي كانت مشت التف... الجماهير عشان تسمع أيوة. مش عشان أيوة يعني القوة دي ذاتها هو أول ما أوفى هو اللي طلب أيوة. قال أنت رسلوا اثنين لواء أيوة. وأنا و... أرسل لكم اثنين لواء رسلنا نحن أيوة. هو سكت أوكي وحصل إيش وبعدين في النهاية ضربوهم لما قرروا ضربوا خلاش. قواتنا أيوة ضربوا ما دي هي أيوة. اللي... أيوة. مننا دخلنا يعني الكلام ده للجماهير ايوه ده صحيح ده. كلامك ايوه أيوة. ايوه طيب دي اول مهمه انت تقوم بيها في تجربتك آه فشلت في النهايه نعرف اتفاقيه آه 20 اكتوبر طيب آه في تبوأك لهذه العلاقات آه الخارجيه آه في محطات آه بدون ترتيبهم كل محطه حنذكرها لوحدها كيف قدرت؟ آه تقود دفه العمل الخارجي مع رفاقك في مكتب العلاقات الخارجيه للوصول الى اهم جزء داعم لنظام في اثيوبيا اللي هو الاتحاد السوفيتي والمنظومه الاشتراكيه ككل. تفضل يا عبد الله. آه اللي حصل ما كان عندنا اي صله لا كعلاقات خارجيه ولا كجبهه الغيار الجبهه والاتحاد السوفيتي المؤتمر طرح فكره انه تطور العلاقه مع القوة التقدميه العربيه للوصول للاتحاد السوفيتي ايوه ما هل هم ما ايوه هم ما عاوزيننا اوكي أيوة. ايوه هم ما عاوزيننا وجاء دعوه مفاجاه اعرف انه عندك معلومه في مؤتمر سري كان فيه للاحزاب الشيوعيه العربيه ايوه تم فيه تقييم المساله دي ايه كان مين اللي اداكم المعلومه وكيف كانت؟ دي المعلومة دي طبعا أنا كمان ما كنت مسؤول علاقات خارجية للحزب أيوة الأداني هو التيجان الطيب الشهيد التيجان الطيب الشهيد عضو المكتب السياسي أيوة. الحزب الشيوعي هذا الرجل الطيب فعلا أيوة. يعني أيوة. يعني طوال كنا بنجتمع فوصلت هو آه ذكر لي أنه عقد مؤتمر سري فين؟ وكان في في مالطا في مالطا أوكي م. م. في مالطا وقال كل الاحزاب الشيوعيه العربيه وقفت مع النظام وكذا مع نظام مجلس نحن الوحيدين قال سجلنا انه دي قضيه شعبيه ما سنه 77 ايوه 77 الحزب الشيوعي السوداني اللجنه المركزيه كان اصدر بيان بتاع اللجنه المركزيه وكان في فقره كامله دعم للثوره أيوة أيوة. وتقييم موضوعي للنظام في اثيوبيا تفضل يا عم عبد الله طيب كيف وصلتوا للاتحاد السوفيتي؟ نعرف انه ايوه مجرد ما جاءت الدعوه ايوه مين جاءت الدعوه؟ من فين؟ جاب ال مدير مكتب جريده البرافدة السوفيتيه في الشرق الاوسط مقره في دمشق بيروة. دمشق ايوه جاتكم الدعوه ايوه باختصار ايوه مين مشى؟ اخذت معي هنس مريم عضو المجلس الثوري عضو المجلس الثوري أيوة. ورئيس المركز الاعلام مركز الاعلام في, في بيروت, ومشينا والرجل ادانا الدعوه ايوه قال انه زياره سريه هي ايوه وكده مشينا أيوه. وصلنا أه، أه، اهم نتائجها بدون تفاصيل ايوه 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 قعدنا طبعا آه الناس آه بقول انا ليها حق يعني آه يعني آه آه تشكوا كده يعني الا جينا هناك آه بطريقه سريه نزلونا في محل مم. وجو اليوم الثاني وطرحوا ايه الموضوع كله قالوا الحرب دي ما في مصلحتكم وهذه الحرب اللي يجني ثماره ويستفيد منها هم الإمبريالية الأمريكية ونحن نطرح الآن حل سلمي سياسي طرحوا حل مشروع حل أيوة, أيوة أيوة الحل ده قالوا سياسي هو أيوة هنديكم المساحة اللي انتوا عاوزيننا من الحل ده اوكي بمعنى بش... بمعنى نوسع يعني ايوه لكن بشرط ان يكون في اطار دولة هم ذكروا كده في اطار دولة اثيوبية مشتركة اشتراكية اشتراكية ده ايوه و... ده المقترح ما في حاجة ردكم كان؟ ردنا ببساطة كان الموضوع ده م. آه، تاريخ النضال قلت تجاوز الزمن ايوه في وقعت جات الحركه كله أيوة. وضح له موقفه أيوة. ايوه ما في آه، اليوم ثاني عملنا آه، كذا فتره قصيره كذا. كرروا نفس ال... نفس, ال... نفس ال... كررنا نحن نفس الشيء آه، اليوم الثالث جو زي كانوا بداوا م... آه، ايوه شويه م. يعني انفعلوا كده يعني انفعلوا يعني حددوا موقفهم يعني ايوه يعني قالوا انتم ذاتوا يعني عندكم علاقات بدول وجعية ذات أيوة. قرار ما في يدها أيوة. محميات امريكيه هي دي ولايات امريكيه دي. ايوه السعوديه والكويت وقطر و... والامارات وكذا قالوا بزعل يعني كده شويه قلت لهم طيب نحن قضيتنا قضيه وجوديه قلت لهم نحن ما مش مساله يعني نحن يعني آه نقبل ولا ما نقبل يعني وضحت انتهت انتهت كده ايوه وانا قلت لهم حس لما امشي من هنا انا حمشي وين قلت لهم حمشي جده قلت لهم حمشي الكويت واحد ليه هم اللي الدول المجاوره يدعموني وي... ويدعمونا ومجاورين لنا أيوه. ايوه لكن لما انتجوا انتم ممكن نخليهم اوكي <applause> نخليهم قلت لهم ايوه ايوه درد اليوم أيوه. أيوه. انتهت كده احراج أيو ايوه زياره ثانيه لا نجف انا واحمد ناصر مشينا نفس الشيء نجف عند الحته دي نعم طيب آه في هذه الحلقه آه آه انتهينا جزء محدد من المرحله الاولى في آه اداره آه المراضة عبد الله سليمان لمكتب العلاقات الخارجيه والسياسه الخارجيه لجبهه حريريثريا على حسب مواثيق مؤتمر آه الوطني الثاني اللي بتاكد على حشد كل القوى السياسيه في المنطقه لدعم القضيه الاثريه سياسيا دون تمييز ومحاوله الحفظ على توازن القوه في هذه العلاقات. استودعكم الله في هذه الحلقه ولنا عوده للاستمرار في هذه المحطات فيما يخص تجربته في العلاقات الخارجيه عبر مراحل محدده، عنينا منها القاء الضوء على اهم تجربه المناضل عبد الله سليمان في هذا الجانب. الى اللقاء. نحن قضيتنا قضية عادلة لم نكن في يوم من الأيام نظلم أحمد ما كان موجود في ألمانيا م? لا في ألمانيا ما كان موجود, ما كان موجود. بس اكي. في رحلة عدن دي أيوة كان موجود أوكي انضم إليكم من ايوة. من دمشق أيوة طبعا أنا برضو كنت مسؤول على العلاقات الخارجية للحزب للحزب قال إذا ترغبوا ممكن يكون في تنسيق بينكم وبين هيئة الأركان السيوية